اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. النهارده بقى جايب لكم معايا مفاجاه جامده جدا هتعجبكم قوي. جايب لكم معايا موبايل ابلكيشن بيبي باندا. واو، انا عارف طبعا ان هو هيعجبكم جدا جدا جدا، وهوريكم بقى ازاي نقدر ان احنا نلعب بيه ونختبر الابلكيشن الفظيع قوي ده. واو، بصوا اسمه وات بيبيز دو، شكله فعلا ابلكيشن جامد. ايه ده، بصوا بقى البيبي باندا كمان بيقدر ان هو يعمل كذا حاجة في حياته اليومية. هنشوف بيقدر ان هو يحمل ايه. والله انا متحمس اوي بجد. يا كوكي مصر هتورينا الحاجات دي كلها؟ ايوه هوريها لك. الله، مبسوطة جدا يا كوكي مصر. انا بحب اوي الابليكيشنز والجيمز ان انا اقدر ان انا العب بيها. وانا كمان بحبها اوي. تعالي بقى نبتدي واوريك الابليكيشن بتشتغل ازاي بمنتهى البساطة عشان انا مستر فظيع. اول حاجه مكتوب وات بيبيز دو. اوكي، هندوس بقى بلاي وهو بيعمل لودينج، وبعدين هنشوف بقى البيبي باندا بيعمل ايه. واو، انا متحمس قوي. تعالي بقى نشوف مع بعض. اول حاجه ممكن بيبي باندا ياكل ايد، وممكن هو يشرب ميه درينك ووتر. اوكي، ممكن برضو ان هو يعمل بو، يخش حمام، واحنا نعلمه ازاي يعمل تويلت. ممكن بنعمل بي بي بي، وممكن يغسل شرينه ويستحمى ويخش ينام ويغير هدومه ونغير تعبيرات وشه. واو، شفتي الابليكيشن بقى فيها حاجات كتير ازاي. تعالي اول حاجة ان احنا نأكله. جبتله بقى هنا سمك وبسكوت وكوكيز. واو، بصي بقى بياكل البسكوت والكوكيز وفرحان ازاي. عمال اكله الكوكيز اهو، وبياكل بقى الحاجات اللي شبه السمك دي. واو، شفتي بيخلص اطباقه بمنتهى السهولة. اكل السمك وبياكل كمان كيك وبياكل بسكوت، يعني بياكل كل حاجة ومظبطه على الاخر. ماشي، احنا كده بقى شفنا ابلكيشن بتاعت الاكل. لازم بقى يخلص اكله كله. مش عارف بصراحة بيبي باندا الطفل ده بياكل 5 اطباق مرة واحدة، بس لازم ان هو يخلص الاطباق كلها. وبعدين الاكل بقى بيتملي تاني، بس احنا هنخليه يعمل حاجة تانية. ممكن بقى ان احنا نشربه مية. هو قاعد بقى بيشرب مية وفرحان جدا تحت الشمسية. ووهو، فعلا شكله مبسوط قوي وسعيد وهو قاعد بقى بيشرب ميه. واو، بص لازم بقى يخلص الكوبايه كلها. بعدين هنا عايز بقى ان هو يخش الحمام ونخليه يعمل بو. اوكي، هنخليه بقى يعمل تويلت. قاعد بقى بصوا بيعمل تويلت وماسك المنديل، بيعمل تويلت كتير قوي. يا شكله مقزز شوية، نقدر ان احنا نستحمله ايه كل التويلت ده؟ وعشان اكل كتير جدا البيبي باندا ده. الحمد لله شد السفون ولسه عنده تويلت تاني. يا نهاري، بعد كده قاعد بقى بيغني عشان هو انبسط. بعدين بقى رمينا المنجيل في الحمام. بعدين بقى يعمل بيبي. انا وقفه بقى كده ونخليه يعمل بيبي. واو، بس هو بيعمل بيبي ازاي. بعد ده انا بقى بيغسل جسمه وبيغسل بقى ايده. لازم بقى بعد ما يخلص تويلت ان هو لازم يغسل ايده بالصابونة كويس. بعد بقى ما غسل ايده لازم ان هو ينشف برضو ايده كويس. بعدين بقى نغسل له سنانه عشان هو خلص اكل. لازم ان هو يغسل سنانه 3 مرات في اليوم بعد الاكل. وبعدين اخر حاجة بقى لازم ان احنا نحميه
اهو بعد كده بقى يخش ينام. بص بقى قاعد بقى بيتنطط في الميه ازاي وبيلعب في البانيو وفرحان جدا من الصابون. طب احنا ظابطين له طبعا الحراره، بس بقى عيني بقى بردان طبعا، هندخله بقى دلوقتي ينام. يعني بص بقى نغطيه بقى كويس، والنجوم بقى هي طالعه، ما كده الشمس تطلع تاني ونبتدي بقى بعد كده يوم جديد. واو انا عجبتني جدا الابلكيشن الفظيعه قوي دي. نستنى بقى لحد الصبح، بعد كده نغير له تعبير وشه. هوريكم دلوقتي نقدر ان احنا نغير له تعبير وشه ازاي، بس اول حاجه هنلبسه لبس مختلف. هي بصوا بقى بنوته، فلبسناها جيب مع بلوزه صفرا. بعد كده بقى نغير تعبير وشها، ممكن نخليها بقى تضحك. ممكن بعد كده بقى نخليها ان هي تعيط، بس بقى بتعيط ازاي وخلاص. ممكن بقى نخليها هنا متعصبة، شكلها متعصب جدا. وبعدين بص بقى هنا بتخليها تحس بقى بشيم، وبعدين بص هنا بقى بتحس بخوف. واو بعدين نرجع نحن نأكلها تاني. انا عن نفسي عجبتني جدا جدا الابلكيشن الفظيعة دي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز قوليلي رأيكم فيها، ما تنسوش انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا صحابي، باي باي.